Well, I think that your introduction has done a أعتقد good أن job مقدمتكم قد تحدثت الكثير. ففي ظل حالة الفوضى التي نشهدها في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تعلم ما خلفته الحرب من آثار بدءا من سوريا حيث يوجد أكثر من 7 ملايين سوري يعيشون خارج البلاد معظمهم في الأردن ولبنان وغيرها. جرس الإنذار العالمي قد يقرع الآن في الصومال، فهذه البلاد التي عانت ما عانته من الصراعات وعانت على مر السنوات الخمس الماضية من الجفاف، وهي بلاد التي تعد في أعلى قائمة لجنة الإنقاذ الدولية فيما يتعلق بالمجاعة. نعلم قبل 10 سنوات وفي العام 2011 المجاعة في الصومال قد أدت بحياة أكثر من 2500 شخص، ووفقا لمعظم التقديرات بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي يقال أن التهديد قد يكون أكبر. لذا فهذه الصومال قد تكون في أعلى قائمة المخاطر لابد أن نضعها، لأنه بالنسبة للصراعات وتبعات كوفيد والتغير المناخي كلها كانت عوامل هيكلية، بالإضافة إلى العبء الإضافي للحرب في أوكرانيا، لأنك ذكرت على نحو صحيح أن أوكرانيا تقوم بدفع بعدد كبير من اللاجئين، وكذلك روسيا لها دور مهم في إمدادات الغذاء العالمي وأسعار الطاقة في أنحاء العالم. ومن المؤكد أيضا أن مسألة ارتفاع أسعار الفائدة كلها لها تأثيرات على بلاد مثل الصومال.